أهلا وسهلا بكم في السلسلة التعليمية لبرنامج فينيكس المحاسبة والمستودعات. يعد العمل المحاسبي جوهر عمل الشركات وأساس تنظيم أعمالها المتعددة، لما له من أهمية في تقييم وضع الشركة المالي وتحديد ربحيتها والحصول على المؤشرات العامة والخاصة المالية منها والمستودعية، متمثلة بالتقارير المقدمة للإدارة إضافة إلى النسب المحاسبية التي تساعد الإدارة على اتخاذ قرار صحيح. إن آلية العمل المحاسبي تنطلق من محورين رئيسيين هما تنظيم جري المستودعات وتهيئة شجرة حسابات، واللذان يعملان بشكل متوازي لتحقيق أهداف الشركة والحصول على حصص سوقية أكبر من خلال تضخيم رقم المبيعات وتخفيض التكاليف. لنبدأ مع فينيكس. أولا يجب تعريف المستودعات الموجودة في الشركة والتي يمكن أن تكون موزعة جغرافيا أو منظمة طبعا لمحتوياتها. مثلا مستودع الصيانة، ويتم ذلك من خلال بطاقة مستودع. نذهب إلى قائمة مستودعات، بطاقة مستودع، نضغط على زر جديد، نقوم بتسمية المستودع. لنفترض مستودع تجهيزات، يمكن أن نضع الاسم اللاتيني، ويمكن أن نضع المستودع الأب لهذا المستودع، أي يمكن أن يكون المستودع المضاف هو مستودع تابع لمستودع موجود لدينا. فمثلا يمكن أن نضع مستودع الصيانة أبا له. يمكن إضافة العنوان ورقم الهاتف، ويمكن إضافة أمين المستودع كمعلومات أساسية. أما الحساب الختامي، الغاية من وجوده هو فصل رصيد بضاعة آخر مدة المقفلة في حساب المتاجرة عن البضاعة المقفلة في حساب التشغيل، لأن رصيد بضاعة آخر مدة من المواد الأولية الخاص بالمنشآت الصناعية يدخل في تكلفة الإنتاج، لذا يجب تحديد الحساب الختامي من بطاقة مستودع منعاً لوجود أخطاء في نهاية الفترة المحاسبية عند استعراض حسابات ختامية. الوصول إلى قوائم مالية دقيقة، نضغط على زر حفظ، تمت العملية بنجاح. ثانياً يجب تعريف الأصناف المستخدمة في الشركة، ويتم ذلك من شجرة المواد والأصناف. يمكن جمع المواد المشابهة في صفة عمومية تحت بند صنف، وهو يمثل أب لجميع المواد الداخلة فيه، بحيث يمكن فيما بعد القيام بجرد المستودعات تبعا لهذا الصنف. فمثلا يمكن إنشاء صنف مشروبات ونضع بداخله المواد، ويمكن أن نضع بداخله أيضا أصناف فرعية مثلا مشروبات غازية أو مشروبات ساخنة. نلاحظ صنف الموبايلات موجود بداخله أصناف فرعية مسمات بأسماء الشركات المنتجة للموبايلات مثلا سامسونج أو سوني. لإضافة صنف جديد نضغط على زر صنف جديد. نلاحظ نوع الصنف عادي أو تجميعي. الصنف التجميعي هو صنف يجمع بداخله عدة أصناف غير مترابطة فيما بينها، ويمكن أن تكون أصنافا موزعة في أكثر من مستودع، بحيث يساعد هذا الصنف التجميعي في الحصول على جرد لجميع هذه المواد الموجودة ضمن الأصناف الموزعة أو الحصول على تكلفتها كما سنرى لاحقا ضمن تقرير بضاعة آخر مدة. نختار صنف عادي، نلاحظ رمز الصنف يتولد بشكل تلقائي. نضيف اسم الصنف ونفترض مشروبات، الصنف الأب. يمكن أن نجعل هذا الصنف المضاف هو صنفا تابعا لأحد الأصناف الموجودة لدينا، ويمكن أن نجعلها مستقلة. المستودع، يمكن أن نضيف هذا الصنف في المستودع الخاص به، فمثلا يمكن أن يكون أحد المستودعات المعرفة لدينا، إما مستودع رئيسي أو الصيانة أو التجهيزات. الغاية من وجود صنف المبيعات هو ظهور هذا الصنف في شاشة المبيعات النقدية كما سنرى لاحقا. نضغط على زر موافق، تمت العملية بنجاح. يمكن إضافة أصناف فرعية أخرى وذلك باستخدام الزر الأيمن. نضغط على الزر الأيمن، نختار صنف جديد. نلاحظ رمز الصنف 4-1، أي الصنف الأول الفرعي من الصنف الرابع الرئيسي. نسمي الصنف مشروبات غازية، نضغط على زر موافق، تمت العملية بنجاح. نشكر لكم متابعتكم ونراكم في فيديوهات لاحقة.